الاستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير يا فندم. مساء الخيرات. الاول عايز اعرف يعني تعليق حضرتك او تحليلك لكلمات السيد الرئيس البسيطه القويه اللي قالها النهارده في فعاليه تحيا مصر وفلسطين. هي كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفاليه تحيا مصر هي كلمات كاشفه ومن القلب، كلمات صريحة تخاطب الشعب وتخاطب الإقليم وتخاطب العالم أجمع، رسائل واضحة قوية لا تقبل أبدا المساومة في الثوابت المصرية. أي. تحديد لاءات وخطوط حمر، فالرئيس القوي يعلم جيدا الخطوط التي ترسم ومتى ترسم وكيف يمكن إدارة الموقف عندما يقال أن هذا خط أحمر. لذلك هناك قوة مصرية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات، المستوى الدبلوماسي والمستوى الإنساني وكافة المستويات التي تدرك مكامن القوى المصرية. طب أستاذن حضرتك تطلعنا على أهم هذه الخطوط الحمراء اللي وضعها الرئيس في كلمته النهاردة. الخط الأول أنه لا تهجير للفلسطينيين، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية. تمام. ولا استمرار للعدوان، لأن ما يجري على الأرض الفلسطينية أمر لا يمكن قبوله على أي مستوى إقليمي أو دولي، إنساني أو قانوني. الخطوط الحمر التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا معها خطوط لا تقبل أبدا النقاش، وأنه لا يجب أبدا استمرار سياسة العقاب الجماعي طبعاً. والتجويع والتعطيش والتدمير. صحيح. لا يمكن أبدا الاستمرار في كل ذلك، لأن هذا يعني أن يعني إذا وافقنا على ذلك فيعني أننا نضحي بكل ثوابت القضية الفلسطينية، وهذا في عهد الرئيس السيسي لا يمكن أبدا أن يحدث ذلك. طب أستاذ حضرتك يعني مطلقة في الكلام دلالة فضل. هذه الفعالية ودلالة هذه الرسائل اللي بتأتي في توقيت مهم، والرئيس بقاله يمكن ما يقترب من أسبوع يستخدم كلمات من نوعية الضمير العالمي النائم والذي يتغاضى عن الجرم الفظيع اللي حاصل ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة. حقيقة ما يجري هو عملية قتل بدم بارد يواجهها لا أقول ضمير عالمي، ولكن أقول ضمير قيادات تستحسن ما تفعله إسرائيل وتوافق عليه رغم كل تصريحاتها. يقولون أنهم يرفضون قتل المدنيين لأن كل قوانين الحرب ترفض قتل المدنيين، ومع ذلك يتم قتل المدنيين. لا يفعلون شيئا، مجرد تصريحات. صحيح. ولكن في الغرف المغلقة تجري الاتفاقات بالإمداد بالمزيد من السلاح والدعم اللامحدود. صحيح. هل تعلم أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر عشرات المليارات ولكنه لا يبالي، لأن هناك من يسدد تلك الفواتير. صحيح. ومن أمن العقاب أساء الأدب. طب وإسرائيل أستاذ محمود تعلم. أنا عندي سؤال بيؤرقني من فترة طويلة، ألا تستطيع هذه الدول الكبرى فجأة أن تنفض أيديها من تصرفات الدولة الإرهابية المجرمة وتعلن صراحة، عكس بقى ما قالوا في أمريكا لو لم تكن هناك إسرائيل لصنعنا إسرائيل، وظيفية هذه الدولة في المنطقة مش خلاص بقى كده كفاية؟ لا طبعا مش كفاية ولا حاجة بالنسبة لهم، لأنه هذه الدولة خلقت لتوجد لتفعل وتدمر وتثير الزوابع السياسية والأمنية وتمارس كل ما يمكن ممارسته من عمليات تخويف وتهيئة الأجواء حتى يمكن السيطرة على المنطقة. صحيح. بالكامل. إسرائيل ليست مجرد دولة، إسرائيل ليست مجرد دولة وإنما هي خنجر في خسارة المنطقة. صحيح. يظل دائما يدمي ويظل دائما يقتل. على هذه المعلومات القيمة الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لحضرتك.